خلال لقائه ترامب، رئيس السيسي يؤكد أن الشعب المصري لن يقبل بحكم الإسلام السياسي. السيسي يؤكد توفر الإرادة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم فرص الاستثمار. ماكرون يلتقي روحاني في نيويورك، وترامب يرفض الوساطة الفرنسية للتهدئة مع إيران. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أرحب بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد. وخلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، أضاف الرئيس أن الإسلام السياسي سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبادلة مع الرئيس ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين. من جانبه وصف ترامب الرئيس السيسي بالزعيم الحقيقي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك إرادة قوية على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى النقلة النوعية التي شهدتها مصر في مختلف القطاعات التنموية. جاء ذلك خلال لقائه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الذي يضم عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة. من جهته ثمن الجانب الأمريكي على التنامي الملحوظ في الاقتصاد المصري، وأكد ترحيبه بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة. تتواصل في مصر اجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية، ويشارك في الاجتماعات التي تتم برعاية مصرية قادة وأعضاء الفصائل المكونة للجبهة الثورية السودانية. هذا وتركز الاجتماعات على موضوعين أساسيين، وهما الجوانب التنظيمية والهيكلية للجبهة، وكذلك الاتفاق على خارطة الطريق لتفعيل منبر السلام الشامل في السودان. بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الإيراني حسن روحاني تطورات الملف النووي والأزمة في الخليج. ويعمل ماكرون على تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وفي منطقة الخليج بشكل خاص. هذا ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. تصدر اليوم المحكمة العليا في بريطانيا قرارها في مشروعية تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع. وقالت تقارير بريطانية أن 11 قاضيا سيصدرون حكمهم النهائي بشأن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل السلطة التشريعية. نهاية هذا الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.